مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. فمن العيب والعار ربما اننا نبهنا الى هذا المشكل وهذه الاشكاليه العويصه لازيد من 3 ايام، ومنتزه حيوي هنا بمدينه اكادير والذي يعوج بالساكنه المحليه وايضا يعوج بكل يعني باحث عن فسحه ليليه او فسحه مسائيه. كما كتشوفوا يعني على طول يعني هذا الكورنيش ظلام دامس يخيم على المكان بطبيعه الحال كما كتشوفوا، يعني ولا حياه لمن تنادي. ربما هؤلاء المسؤولون او هؤلاء المنتخبين بمدينه اكادير لا زالوا يغوطون في سبات عميق ولم يجدوا بعد حلا لهذا الاشكال العويص. فلا يعقل باش نشوفوا مدينه ربما في هذا فصل الصيف اصبحت قبله لكل المغاربه واصبحت تعوج بالزوار، ونجد منتزه حيوي او كورنيش ان صح التعبير يعني بمنطقه التمديد او بحي الداخله، ولا تتوفر فيه الاناره العموميه اللي هي حق من بين الحقوق ديال الساكنه المحليه. فكيف يعقل باش ان انسان ربما يخرج وليدته ويلقى راسو يعني كيعيش وسط الظلام وكيتمشى وسط الظلام ولا احد من المسؤولين او المنتخبين اعاره الاهتمام من اجل ايجاد حل يعني لهذه الاشكاليه. انتم ربما اخواني الكرام سناخذكم يعني في جوله على طول هذا الكورنيش او هذا المنتزه الحيوي اللي هو منتزه التمديد بحي الداخله. كما كتشوفوا يعني المواطنين يعني خرجوا رفقة الابناء ديالهم وسط ظلام دامس ووسط يعني منظر سوداوي صراحة. ربما هذه من بين يعني الامور اللي صراحة نجدها في مجموعة من المناطق اللي هي ممكن ان نعتبرها نقاط سوداء. انتم كتشوفوا العشرات من الاعمدة الكهربائية بدون انارة، فأين مسؤولي المدينة من هذا الإشكالية وأين ربما المسؤولين أو المنتخبين اللي صوتوا عليهم يعني الساكنة المحلية من هذا الإشكال ديال غياب الإنارة في هذا المنتزه الحيوي. أنتم كتشوفوا مجموعة من الأسر يعني هانتوما أسر يعني جالسة وسط الظلام الدامس، فلا إنارة عمومية ولا أي شيء. رغم ايضا هناك مجموعه من الاشكاليات التي يعاني منها يعني هذا المنتزه، غياب فضاءات خضراء وغياب ايضا ربما التعشيب يعني اللي كنشوفوا بان العشب ديال هذه المنطقه كله اصبح قاحل، وغيرها من الاشكاليات اللي تنضاف اليها يعني هذه الاشكاليه ديال غياب الاناره. كما كتشوفوا يعني منتزه يعد قبله لكل يعني قاطني هذه الاقامات السكنيه المجاوره، يعني الناس ديال التمديد، الناس ديال المسيره، الناس ديال السلام، الناس ديال حي الفرح اللي كيجيو رفقه الابناء ديالهم والاسر ديالهم يعني لهذا الممر الحيوي هذا المنتزه، ويجدون انفسهم وسط عتمه الظلام وسط يعني الظلام الدامس ولا احد اعار للامر اي اهتمام. فربما الرسالة وجهناها يعني لأزيد من 3 أيام ولا أحد تحرك ضميره من أجل أنه باش يوفر يعني الإنارة بهذا الممر أو هذا المنتزه. فأنتم كتشوفوا يعني عيب وعار باش نشوفوا مكان عمومي مكان حيوي، أيضا ملاعب مهترئة، ملاعب تعرضت للتخريب وأشياء كثيرة. فأنتم كتشوفوا يعني أسر تغادر يعني في المكان نظرا لغياب الإنارة بهذا المنتزه. فغادي نزيدوا لقدام باش نشوفوا يعني واش كاين إنارة. أنتم كتشوفوا إخواني الكرام يعني على طول يعني هذا الممر ولا مصباح واحد مشتعل كما كتشوفوا. فهذه رسالة، هذه ربما استغاثة يعني ديال الناس اللي ما قدروش انهم يهضروا. ف
فغادي نحاولوا على الاقل نوصلوا هذه الرساله لكل من له ذره مسؤوليه هنا في مدينه اكادير باش انه يوفر الاناره في هذا المكان. فكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش ان هذه الرساله توصل لهؤلاء المنتخبين، هؤلاء المسؤولين، الناس يعني اللي عندهم في يدهم يعني القرار باش انهم يوفروا الاناره. انتم كتشوفوا يعني على طول يعني هذا المكان عمود اخر، الناس يعني تمشي وسط الظلام الدامس ووسط حلكة الظلام. فانتم صراحة مؤسف جدا. انتم عمود اخر بدون انارة، لا شيء. كما قلت فمن العيب والعار باش الناس يعني تخرجوا وليداتها ويلقاو راسهم وسط الظلام يعني غياب الإنارة. انتما كتشوفوا ربما أعمدة منتصبة لكنها لا تقدم أي دور، والظلام هو المنتشر انتما كتشوفوا يعني. ربما الصورة غنية عن كل تعليق، فأتمنى من الناس جماعة أكادير باش أنهم يتحركوا عاجلا من أجل يوفروا يعني الإنارة للساكنة المحلية، يوفروا الإنارة لهذا المكان اللي هو حيوي، الناس يعني تجري من أجل ترويح النفس. فعيب وعار كتشوف هذه الأسرة تمشي وسط الظلام، العديد من الأسرة للأسف. فنتمنى أن الرسالة يلتقطها يعني الضمائر الحية، الناس اللي عندهم غيرة على المدينة، غيرة على الشأن المحلي ديال مدينة أكادير، يعني هؤلاء الزوار أو أيضا يعني. فكيفاش يعني بغينا أننا نشوفوا يعني مدينة يعني في فصل الصيف ربما كيجيو لها العديد السياح، خاصة يعني الناس ديال الداخل ويلقاو رسهم ربما يخرجوا يلقاو رسهم وسط رتمة الظلام. فربما هذا الشيء كيسيء لمدينة أكادير ويسيء أيضا لمسؤولي مدينة أكادير. ثم ربما قطعنا يعني أزيد من كيلومتر أو أكثر ولا إنارة ولا بولة واحدة شاعلة، غريب جدا هذا الأمر يعني، ويطرح أكثر من علامة استفهام كيف يعقل يعني أن مشكل يعني اللي هو بسيط جدا يعني تدوز عليه أكثر من ثلاث أيام وحتى شي واحد ما تحرك باش أنه يلقى ليه حل ويوفر لهؤلاء يعني الناس اللي كيتمشاو هنا الإنارة العمومية اللي هي حق شرعي وحق مشروع لكل الناس. يعني كنتسائل واش هذا المسؤول ربما أنه يقدر أنه يخلي وليداته يعني يخرجوا لهذا المكان أو هو بنفسه ويجلس يعني يتمشى وسط الظلام. علامة استفهام كبيرة. على أي تحياتي لكم وعلى أمل اللقاء بكم في بث مباشر اخر وموضوع اخر. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف على وسائل التواصل الاجتماعي لكل من يهمه الامر. فدورنا هو التنوير، دورنا هو نقد البناء، دورنا هو وضع يعني الاصابع في مكان الخلل من اجل التصوير ومن اجل ايضا باش اننا ننبهوا لمجموعه من الاشكالات وننبهوا لمجموعه من الأشياء اللي كتعاني منها مدينة أكادير. فتحياتي لكم وإلى الملتقى.